جنين في هذه الأثناء، وصول جثمان الشهيد أو الشهيدين إلى مقبرة البلدة بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، وتم تشييعهم وصلاة الجنازة عليهم ليتم تشييعهم في هذه الأجواء الماطرة في بلدة جبع. وجابت المسيرة شوارع المدينة وسط غضب شعبي كبير ورد ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء عز الدين وأمجد خليلية الذين ارتقوا في صباح هذا اليوم في التصفية أو الإعدام الميداني الإسرائيلي في بلدة جبع. كما تشاهدون الآن وصول جثمان أو جثامين الشهداء إلى المقبرة لمواراتهم الثرى. إذن وصول جثمان أو جثامين الشهداء عز الدين حمامري وأيضا أمجد خليلية إلى المقبرة، مقبرة البلدة، حيث الشهداء. قبل أو صباح هذا اليوم كتيبة جنين أعلنت في بيان رسمي لها تبني الشهداء، وأيضا نعت ودعت إلى الحداد على أرواح الشهداء. واليوم يتم تشييع جثامين الشهداء إضافة إلى الشهيد
تلاميذ الشهداء في هذه اللحظات إلى أجواء الماطرة شديدة البرودة وسط تشييع كبير وضخم وهائل من قبل الجنازة نحو المقبرة. علق التلفون. ليك نشفات. خليك انسى سباي. شديد. اضغط. ليك اسمك نظيف. خلص راح.
إذن للحديث أكثر عن ما جرى اليوم وآخر التطورات مع القيادة في حركة شيخ خضر، جريمة جديدة إلى سجل هذا الاحتلال بالتزامن مع بدء تشكيل الحكومة الجديدة الاحتلال. يرقص على دمنا اغتيال الشهيدين البطلين من كتيبة جبع وسرايا القدس المظفرة وأبطال جبع البطلة. هذا صلف احتلالي وعدوان وقتل الأسرى، نحن نعتبره إعدام. خليلي وحمامري ذكراننا اليوم بسفر عظيم من سفر الشهادة للشهيد أمجد الفخوري وزياد ملاشي. نتحدث عن اليوم جبع تودع شهيدين أمس وأيضا تودع في اليمون شهيد، عدد من الشهداء منذ بداية هذا العام، ما الذي يريد أن يوصله الاحتلال الفلسطينيين؟ القتل الدموي لن يكسر شعبنا، نسمع التكبيرات والتهليلات. نقول انه مشهد عظيم للناس في جبع البطلة، تكبيرا وتهليلا
له سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين وأن يجعل لهم حفظا من عنده وأن يتقم من هذا الاحتلال المجرم، وعلى شهداء جبع ومخيم رام الله وغزة وفلسطين، كل فلسطين، وعلى الشهيد عبد الهادي نزال وحبيب الله الذي كميل الذين ارتقى يعني ايضا اول البارحه. نحن على ثقه ان الدم سينبت نصرا، والنصر ينبت حيث يرويه الدم. لا تيأس من روح الله عز وجل، وبعدما بعد كل بدايه انتفاضه يكون حقيقه عدد الشهداء عندنا ربما في تزايد، ولكن بعد ذلك يكون الادخان في صفوف عدو اكثر لشعبنا، لنكن حاضنه شعبيه تفشل حملات الاحتلال، أفعال حاضرة شعبية مؤيدة مؤازرة مع المقاومين في كل لحظة وفي كل حين، بالمعلومة بالمال بالسلاح بكل شيء. أخيرا شيخ خضر، رسالة حركة الجهاد اليوم. لن ننكسر. قتلتم من الأمين عام الأول الدكتور شعبنا، قتلتم وقتلتم العديد الشهداء، ارتقى الشهيد محمود طوال بقائدا لمعركة مخيم جنين، هل انتهت حركة الجهاد الإسلامي؟ اقتلتم نعمان طحايني، هل انتهت حركة الجهاد الإسلامي؟ اقتلتم مؤسسي هذه الحركة بنعمان طحايني بالشهيد إياد صوالحة وأنور حمران وشهداء غزة وشهداء الضفة والقدس، هل كسرتم شعبنا؟ نحن على ثقة بوعد الله عز وجل لعبدهم بالنصر والتمكين لكل أبناء شعبنا، مزيد من الوحدة، مزيد من التراص ووحدة الصف الفلسطيني. بإذن الله عز وجل سنكسر هذا الاحتلال، سنكسر هذا الاحتلال. يكفي أننا اليوم نجتمع على قلب رجل واحد، العالم كل العالم يموت منه كل يوم العشرات في الاختناقات وفي الحوادث وفي الغرق، ولكن على أرض فلسطين نحن نرحل عن هذه الدنيا شهداء، وهذا غاية كل شريف وكل حر على هذه البسيطة يعبد الله عز وجل عن حق ويقين وإيمان ووعي والثورة كما هؤلاء الشباب مؤمن الثائر. شكرا لك القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان. إذا مشاهدينا الكرام، استمرار للشيع شهداء، الاحتلال يعدم أكثر من 11 شهيدا منذ بداية عام 2023 حتى يومنا هذا اليوم، سنين تودع 3 شهداء، 2 منهم في بلدة جبع وهم عز الدين حمامر وأيضا أمجد خليلية وأيضا عدي الجعبري في بلدة اليمون. هذه نهاية النافذة من بلدة جبع قضاء مدينة جنين.